مختلفة بس في البكتيريا. والسبب ان هذه الانزيمات السبب ان هذه الانزيمات الخاصة بالبكتيريا لا تهاجم نفس الدي ان ايه الموجود في نفس الخلية، لان البكتيريا التي بها انزيمات القصر تكون انزيمات معدلة تقوم بإضافة مجموعة، يعني البكتيريا اللي فيها انزيمات قصر الانزيمات اللي فيها بتكون معدلة بإضافة مجموعة ميثايل اللي هو CH3 اللي هو مجموعة ميثايل، فتعطل فعلها إلى بإضافة مجموعة CH3 إلى نيوكليوتيدات في مواقع جزيء الدي إن إيه البكتيري التي تتماثل مع مواقع التعرف الفيروس مواقع التعرف على الفيروس، مما يجعل الدي إن إيه البكتيري مقاوم لتأثير هذه بإضافة مجموعة CH3 إلى نيوكليوتيدات في مواقع جزيء الدي إن إيه البكتيري التي تتماثل مع مواقع التعرف الفيروس مثل مع مواقع التعرف على الفيروس، مما يجعل الدي إن إيه البكتيري مقاوم لتأثير هذه الإنزيمات، وبذلك تحافظ الخلية البكتيرية على مادتها الوراثية الدي إن إيه الخاص بها من التحلل بفضل أو بفعل إنزيمات القصر. موقع التعرف اللي هيحصل في قطع بإنزيمات القصر، موقع التعرف هو تتابع معين مكون لازم يكون من 4 لـ7 نيوكليوتيدات، من 4 يعني 4 أو 5 أو 6 أو 7 نيوكليوتيدات بشريطي الدي إن إيه، ويتعرف عليه إنزيم القصر فيقص جزيء الدي إن إيه عنده أو بالقرب منه، ويكون تتابع القواعد النيتروجيني على أحد الشريطين هو نفسه على الشريط الآخر من 5 اتجاه 3. ده موقع تعرف. يبقى موقع التعرف تتابع معين مكون من 4 لـ7 نيوكليوتيدات بشريطين أو بشريطي الدي إن إيه، يتعرف عليه إنزيم القصر فيقص جزيء الدي إن إيه عنده أو بالقرب منه، ويكون تتابع القواعد النيتروجينية على أحد الشريطين 5 إلى 3. كيفية عمل إنزيمات القصر؟ أول حاجة يتعرف كل إنزيم قصر على تتابع معين للنيوكليوتيدات بشريطي الدي إن إيه، عندنا شريطين مكون من 4 لـ7 نيوكليوتيدات ويسمى بموقع التعارف. 2 يقص الإنزيم يقص الإنزيم اللي هو بتاع القصر جزيء الدي إن إيه عنده أو بالقرب منه اللي هو موقع التعارف ده اللي شافه، بحيث يكون تتابع القواعد النيتروجينية على شريطي الدي ان اي عند موقع القطع هو نفسه عندما يقرأ التتابع على كل شريط في اتجاه اللي هي 5 لـ3، ولكل انزيم قصر القدرة على جزيء دي ان اي بغض النظر، وكل انزيم قصر القدرة على الجزيء الدي ان اي بغض النظر عن مصدر هذا الدي ان اي فيروسي، مصدره فيروسي او بكتيري او نباتي. الجزيء يقص الانزيم اللي هو بتاع القصر جزيء الدي ان اي عنده او بالقرب منه اللي هو موقع التعرف ده اللي شافه، بحيث يكون تتابع القواعد النيتروجينية على شريطي الدي ان اي عند موقع القطع هو نفسه عندما يقرأ التتابع على كل شريط في اتجاه اللي هي 5 لـ3، ولكل انزيم قصر القدرة على جزيء دي ان اي بغض النظر، وكل انزيم قصر القدرة على الجزيء دي ان اي بغض النظر عن مصدر هذا الدي ان اي فيروسي، مصدره فيروسي او بكتيري او نباتي او حيواني، لكن المهم دي ان اي ما دام هذا الجزيء يحتوي على نسخة او اكثر من تتابعات التعارف. وعشان نفهمها اكثر احنا